لهم اللي تجيب متحجبة ومنقبة وفي الخاص ترسل مثلي رويتك، يعني قدام أهلها ترى أنا سليمة بس على الخاص. والنوع الثاني اللي يجي مثلي أنا ألبس وأتفسخ قدام خطيبي هلي اللي أنا أبي، بس ما طق الشرف من تحت لتحت، بس لأن رب العالمين هو. صباح الخير. أول شيء أنا ودي أشكركم لأنكم وصلتوني ترند تويتر، thank you so much. طبعا الاتصال كان ودي وعرفوا غلط البنت، لا هي دزت صورة بالغلط ولا أي شيء، كانت مستقصدة. طبعا الاتصال كان ودي، اتصلوا علي عرفوا غلطة البنت، وأنا عن نفسي صراحة أعتذر، لا المفروض ما كان. وأنا أسأل رب العالمين أنه يحفظ جميع بنات الناس، ديروا بالكم على عيالكم وعلى بناتكم وشوفوا ايش اللي قاعد يصير من وراكم. المهم خلينا ننسى الماضي، واحنا الحين في 10 الأواخر، ديروا بالكم على نفسكم.